احنا مضبوط ابو عماد والاخوة الحاضرين، يعني نفتخر انه احنا ننتمي لهذا البلد الطيب اللي فعلا يعني تنظر الى سيرة الانتخابات في باكر الغربية، والحمد لله رب العالمين، وكأنك في بلد متحضر على مستوى راقي من البلدان الراقي اللي قاعدين نشوفها اليوم. فمن فضل الله عز وجل لم يسجل حتى الان ولا حالة عنف ولا حالة تهديد ولا حالة لا سمح الله اعتداء، او زي ما بنشوف وسط العرب اليوم اطلاق نار وقنابل صوتية والى اخره. من فضل الله باقي الغربية نظيفة من هاي الامور، وستبقى ان شاء الله نظيفة حتى يوم الانتخابات وبعد الانتخابات ان شاء الله. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى هذا البلد الطيب وعلى اهله، انه هذا الوضع التسامح والمحبة والود والاخوة موجودة فيها. طبعا هذا الفضل يعود اولا لله عز وجل، ثم الى اهل باكر الغربية والى المرشحين في هذا البلد الطيب بشكل عام، اللي بنشروا المحبة وبنشروا الاخوة وبنشروا التسامح. وهي الزيارات انا نشرته والله، لو لا انا ما صار. وهي الزيارات اللي بكون فيها ابو عماد وغيره ان شاء الله، متأكد 100% انها اثمرت ثمار طيبة واتت اكلها طيبة باذن الله، هي زيارتكم للمرشحين للقوائم وتعاملكم بشكل عام بالتسامح وبالصفح والمحبة. نسأل الله عز وجل ان يستمر هذا الوضع في باكر الغربية، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يختار الاحسن ويوصل للبلدية ناس اللي يخدموا اهل باكر. احنا بدنا ناس خدمين في باكر الغربية بس، لأن انا وانت، لانه نظرتنا لمنصب رئاسة البلدية او لعضوية البلدية انها تكليف وليس تشريف. احنا بننظر لهذا المنصب انه احنا جايين نخدم، جايين خدمين للصغير وللكبير وللمرأة وللشيخ في هذا البلد. إذا هاي النظرة بتتعمق فعلا، إحنا بننجح إن شاء الله في طريقنا، وبننجح نرفع بلدنا ونرقيها إلى مستوى الدول الراقية والحضارة اللي ننشدها قريبا بإذن الله لأهل بلدنا، وإعمار هاي البلد بإذن الله. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق إن شاء الله، بارك الله فيكم، واستمروا في هاي الطريق، وإن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى بيوفق هاي البلد لما يحب ويرضى، وإلى التسامح والمحبة اللي احنا بنطمع لهن خصوصا في هاي الأيام. بارك الله فيكم. شكرا لك. بشكر من كل قلبي أخونا وحبيبنا وحبيب باكة الغربية أخونا الشيخ خيري، ماضيه وحاضره ومستقبله معروف. أظن بقول وعد، أنا رايح بإذن الله أستدعى أخونا الشيخ خيري وأطلب خبراته، ونتساعد إحنا وياه على أعمار وازدهار بلدنا الحبيبي. إن شاء الله إن شاء الله بقيادة هاي الناس الطيبين الشرفاء الأمينين الصادقين المخلصين، احنا بنخدم بلدنا واهلنا بصدق وامانه، لا فرق بين كبير وبين صغير وبين غني وبين فقير، كل الناس. وبنجعل مثل ما قال الشيخ خير ابو محمد، باكا ب 11 عرس باذن الله لباكا الغربيه.